هذا الإنسان الذي نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نفخت فيه من روحي، وهذا الأمر سر من أسرار الله، بثه الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق، في هذا الجسد، بثه الله سبحانه وتعالى سر عظيم. هذا السر العظيم يكمن في أن هذا الإنسان يمتلك من العزيمة، ويمتلك من الإصرار ما ويمتلك أيضا القرآن العظيم. هذه الأسلحة يستطيع من خلالها أن يقصم ظهر إبليس ويحطم شياطين الإنس والجن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الله أكبر. هذه القوة الخارقة التي يمتلكها الإنسان، قرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا القرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، القرآن العظيم، هذه الطاقة الهائلة القوية التي يمتلكها الإنسان لن يستطيع أن يصمد أمامها الشيطان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة القرآن الكريم، ومن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المعوذات، ومن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي. حتى يعني يذكر الإمام السالمي رحمه الله، يذكر الإمام السالمي رحمه الله في شرح المسند حول الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام. في شرح هذا استثنى الإمام السالمي الأشخاص الذين لا يستطيع أن يعقد عليهم الشيطان هذه العقد، وقال من ضمنهم من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام، من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام. هذا السلاح العظيم الذي يمتلكه الإنسان يستطيع أن يكبت هذا الشيطان.